شكرا على الحضور المتميز ديال السادة والإخوان الصحفيين. في الحقيقة هذا شيء جميل من أجل تنوير الرأي العام، باش ما يبقوش الناس غالطين أن هناك أمور ربما يضيق المجال عن مناقشتها. على الأقل من خلال تتبع ديال هذه وسائل الإعلام غادي تكشف للناس الحقيقة اللي هي أنه هاد الناس كيملكوا هذا العقار، عندهم واحد الوثيقة اللي كتثبت الملكية ديال هذا العقار بطبيعة الحال. وعدنا على أننا في هذه الجلسة غادي نكونوا جاهزين، فعلا كنا جاهزين وكنا بطبيعة الحال على أتم الاستعداد لمناقشة هذا الملف، وكنا ننتظر الإدلاء بوثائق التي تثبت على أن السكان حي بن كيران يملكون وثائق تثبت تملكهم للعقار المدعى فيه، وهو ما لم يثبت. الوثائق اللي تم الإدلاء بها لا علاقة لها بموضوع الدعوة، ما عندها حتى شي علاقة على أن هاد الناس عندهم واحد ارتباط باستثناء واحد المعاينة مجردة اللي كتبين على هاد الناس أنه كيتواجدوا هنا. هذه لا تلزم القضاء في شيء، كما يمكن شي واحد يدير لنا معاينة على أننا حنا كنتواجدوا هنايا. أما فيما يتعلق بباقي الوثائق الأخرى تم الإدلاء بشكاية، الشكاية لا توقف إجراءات الدعوة، كما أنها لا يمكن أن تغل يد القضاء من أجل البت في النازلة على حالتها، أي في القضاء الاستعجالي. كما قلت قبل قليل على أن البحث كيتبنى بناء على وشاية، بناء على شكاية، بناء على شبهة، بناء على تصريحات ديال أحد الأشخاص سواء عنده علاقة أو ما عندوش علاقة بالموضوع. ولكن اللي هو الأهم في هذه النازلة وهو ما إذا كان الأمر يتعلق بوجود صكوك عقارية أو وجود سند قانوني يمكن هاد الناس يستندوا عليه. هذا هو اللي كاين. كاين شوية بالنسبة للأسبوع 2011 غادي يكون نطلب الحكم إن شاء الله تعالى. ناقشنا كما قلت الملف وأعطانا السيد الرئيس مشكور متسع من الوقت لمناقشة القضية، ناقشناها بما فيه الكفاية، وكل واحد من الأطراف كان يدافع عن وجهة نظره في إطار القانون. كان المحامي شحال من المحامي كان كاين؟ هناك تنسيقية ديال الزملاء المحترمين اللي نسقوا فيما بيناتهم من أجل الدفاع على حقوق ومصالح الساكنة، وهذا يحسب لهم على ان على اساس ان دائما المحامون كانوا في طليعات ولا يزالون في طليعات الدفاع على حقوق الانسان والدفاع على حقوق الضحايا والدفاع على حقوق كل من ارتأى انه ضحيه فعل مخالف للقانون. شو انتظاراتكم؟ انتظاراتنا بطبيعه الحال كان اسسوا اليقين والجزم بناء على ما نملكه من وثائق، اللي هو بطبيعه الحال الحكم اللي فائتنا. لا، لما كيكون هذه مساله مستبعده، لانه عندما تكون حائز للسك العقاري وحائز للشهاده العقاريه انه من حقك، هذا دأب عليه العمل القضائي وحتى القانون وكرسوا العمل القضائي. القانون كينص على انه كل من يملك رسم عقاري ان يلجا الى القضاء الاستعجالي من اجل طرد كل محتل، ولا يمكن الطعن في هذيك الشهاده الا بالزور. ولحد الساعه ما حتى واحد ما طعن لنا في هذا الشهاده. الحلول البديله انه الاحكام لا محالة غادي تصدر لفائتنا، غادي تكون هناك ربما ما نسبقش الأحداث، ربما غادي تكون هناك صعوبة واقعية وليس قانونية، أي واقعيا كيف يمكن بطبيعة الحال إفراغ هؤلاء. هنا بطبيعة الحال كتدخل جميع الجهات وجميع المعنيين بالأمر اللي عندهم علاقة واللي كيتحملوا المسؤولية في بناء هاد التجمع السكني من اجل التفاوض مع الشركه وايجاد حلول مرضيه لجميع الاطراف بما فيها المالكه، لان ما يمكنش هذا عندهم الحق الملكيه كما قلت في قبل قليل هو حق مقدس لا يمكن ان ندسه ولا يمكن المساس به على الاطلاق، كما اللجوء الى القضاء حق مقدس فاللجوء فكذلك حمايه هذا حق مقدس. شكرا استاذ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.